ورحمة الله. نحن وعدناكم نسوي فيديو تثبيت الأمان للبيب أو بيب الأمان عن بوابة الألعاب. هذا البيب اللي هو بيب الأمان. فالنصيحة إن لو عندنا كربسون أو أي طابوق نشله من منطقة الألعاب، لأن هذا خطير، ممكن أي طفل يطيح عليه يضرب في وجهه أو ينكسر رأسه أو ينكسر يعني خشمه أسنانه إلى آخره، لأن صراحة الحوادث يعني بأتفه الأمور تحصل حوادث. صحيح أن يعني الأمان بيد الله، لكن الإنسان يتوكل، عقله وتوكل الإنسان يعني يتسبب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عقله وتوكل. فبقدر المكان نقلل من الحوادث. في أشياء يعني اللي ما نقدر عليها يعني ما نسويها، لكن بقدر المكان نقلل من الحوادث، نسبة الحوادث، لأن الأطفال ما يعرفون الأمور، يركضون، يركض منه، يسحب منه. المهم واحد بيقول لي هذا الحصى موجود، ممكن هذا خطير. أول شيء هذا الحصى يعني هذا أملس، بتكون الضربة يعني أقل يعني أو 50% أقل من هذا الخطير. ثاني شيء الطريق منه موجود. ثالثا صراحة في البداية كنت أنا مسوي سيفتي، يعني أنا حريص لدرجة أن مسوي حق الأشجار هذا تاير سيارة أو مطار سيارة مطاط، وهذا كان فعلا كان موجود هنا، بس هاي الشيرة أول شيء كبرت، ف يعني قصيت التاير وحطيت حصى أساس أنه يمسك الماء أو يمسك الرمل، فاضطريت أن أسوي هالطريقة، لكن إن شاء الله بعد عندي طريقة ثانية بسوي لها. هذه المقدمة. الأدوات المطلوبة، أول شيء الإنسان لازم يكون هذا السيم موجود في بيته، هذا السيم يكون موجود. هذا السيم صراحة مرن وناعم ولين، ويعني إنصاع لأي لفة، لأي مثلا زاوية، لأي طريقة، وتلفه يعني تلفه أو تحيسه يعني بقدر ما تستطيع على كيفك يعني بالدرجة. فلازم كل واحد هذا السيم يكون موجود عنده، يعني قيمته من 25 إلى 30 درهم، وفي من فوق مطاط يعني ما يحلق. إحنا في نوعية ثانية، هاي النوعية الجديدة يعني هذا ما تسوي صدى أو ما تحلق. الأولي القديم كان يحلق، نفس هذا السيم اللي فيه هذا ما يسوي حلق أو ما يسوي صدى. كيف نثبت البيت؟ أول شيء نحفر حفرة. أنا جهزت الحفرة على أساس إنها ما يطيل الفيديو، 20 سنتي، 25 سنتي، 15 سنتي. انترلوك، نثبت السيم انترلوك. القطعة صيخ صيخ فوق، بس نتجنب الخشب، لأن الخشب يرم، ونحن نصنع الرمة بيدنا، يرم بعد فترة ممكن يعني خلاص ينتهي يتبطل هذا. الطريقة كيف نسوي؟ الطريقة بسيطة جدا. هذا السيم موجود، أنا ما بطل هذا الربطة أساس إنه ما يخترب السيم، اللفة ما تخترب الشربة. نسوي احتياط، مثلا رفين نسوي ستين إلى خمسين سنتي يمشي هالطريقة، رفين بيكون أقوى. هاي الطريقة نحاول نخليه في الوسط، هالطريقة نلفه. طبعا هذا يعني بيصير في الأرض ما له أهمية، يعني مثلا
المهم تلفها اي طريقه خلاص يثبت. ندخل الانترلوكه بهذه الطريقه، طبعا هنخليه في الوسط ما يهمس. نجيب السيم جهة مني، جهة ثانية مني، ندفنه بهذه الطريقة. لو يحذي أو قاعدة وحنا ثبتناها مستحيل يطلع. افضل شيء انه يعني نترس البيب رمل او نعبي رمل اساس انه ما ينكسر او ما ينعفص يتحمل. بهذه الطريقة الحين الحمد لله اكتمل. اللف نخليه تحت هنا اساس انه ما تخدش احد او تجرح احد، خليه تحت اخر شيء. طبعا بهذه الطريقة شده شويه. طبعا هذا ما نقصه هنا لان ممكن يطلع ويجرح احد، خلي شيء طبيعي. ندفنه هنا نكسفه او نغضنه تحت البيب. الجهة الثانية بهذه الطريقة
يعني يكفي شد. هذا مثل ما قلنا نخليه طوله طبعا تبع تحليل مستحيل يتحرك متروس الامر. نرجع الامر طبعا انا بصلح المنطقه على اساس ان الفيديو ما يطول. ننظف الرمل بيكون هنا خلاص منع الرمل بطريقه منع الرمل بيكون امان. الحين سيفتي لو واحد يطيح عليه ما في اي مشكله. وشكرا.